السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من قناة بروس، فيديو جديد من بداية القناة. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد من فيديوهات سي شارب الإيمج بروسنج باستعمال الإنجو سي في. إن شاء الله النهاردة هنشرح المورفولوجيكال أوبريشنز. المورفولوجيكال أوبريشنز هي عمليتين أساسيتين في المورفولوجيكال، هي عبارة عن تمديد للبكسلات البيضاء او تقليل البكسلات البيضاء او زياده للبكسلات السوداء وتقليل للبكسلات السوداء. بمعنى تعالى كده، مثلا لو انا عندي مثال، مثلا انا عندي مثلا ايمج اي ماتريكس اهي، مثلا انا عندي دي 255 قيمتها بكسل، هنا 255 وحواليها مثلا ايه بكسلات كلها صفر. في عمليتين رئيسيتين للمورفولوجيكال اوبريشنز، والعمليتين دول هو بقى اللي بيشتق منهم عمليات كتيره قوي. ايه هما العمليتين دول؟ عمليه اسمها الدايليت وعمليه اسمها الايرود. الدايليت دي بتوسع البكسلات البيضه، اللي هي هنشوف دلوقتي في المثال ده، والايرود بيقلل البكسلات البيضه او بيوسع البكسلات السوداء. ده مثلا هنعمل على الماتريكس دي دايليت، مثلا هنا قلت لك هنا 255 بكسل، 255 هنا وهنا حوالينها كلها صفار. لو نتخيل مثلا ايه ان الصوره كلها صفار ودي بس البكسل اللي على الحرف دي هي 255، لو انا مثلا اختار كيرنل، انا بختار الكيرنل في الدايليت مثلا ايه 3 في 3. طب 3 في 3 تعمل ايه دي؟ 3 في 3 دي تيجي عند اول بكسل اللي هي دي، البكسل دي تيجي تقف عندها، هتعمل كده هتحط عليها الكيرنل كده، فاهم؟ اللي هي 3 في 3. طبعا ايه الحته اللي فوق دي ما فيهاش حاجه فمش هنحسبها، هبص بس على الاربع بكسلات دول. في الدايليت لو لقى قيمه اكبر من قيمه البكسل اللي هي موجوده اللي هو بيعمل عليها الاوبريشن دي، بيشيل قيمه البكسل اللي عليها الاوبريشن دي، بيشيلها كده وبيحط بدلها القيمه الاعلى اللي لقاها في الكلمه. يعني بدل ما القيمه دي هتبقى 0 لا هتبقى 255، نشيل كده دي هتبقى قيمتها 255. هيجي هنا في البكسل دي، في البكسل اللي بعديها، هل احط عليها الكيرنل كده، هل في قيمه في الكيرنل دي اكبر من قيمه البكسل اللي هنا؟ القيمه دي والقيمه دي. طبعا هو مش بيبص على القيمه دي في الاول، يعني ايه هو بيطبق على الـ يعني 255 دي بتبقى موجوده في الـ في الاوتبوت، او احنا لسه في الانبوت، فبدل ما دي مش هتبقى 255 دي هتبقى صفر، يعني دي في الانبوت هي لسه صفر، احنا ال 255 دي احنا حطيناها في الاول. فهو هيلاقي ان ال 255 في اللي هي البكسليه دي بس الوحيده اللي هي اكبر من اكبر من البكسل هنا، فهيشيل الصفر اللي موجوده في البكسل دي ويحط بدلها 255 كده. طب ماشي، هيجي عند البكسل دي فاهم، هيحط عليها الكيرنل كده، هيقول هل في بكسلات اكبر من صفر في الكيرنل دي؟ طبعا احنا لسه في الاوتبوت، يعني هو لسه مش شايف، لسه يعني الانبوت، احنا قصدي في الانبوت لسه، فلسه قيمه البكسل دي بصفر ولسه قيمه البكسل دي بصفر. فهو هنا مفيش قيمه اكبر من في الكيرنل دي، مفيش قيمه اكبر من زيرو، فبيخليها بزيرو هي فاهم. وكذلك بقى بيمشي بقى على الصوره كلها برضه لغايه ما بايه دي عمليه الدايليت. فبالتالي هيكون الاربع بكسلات دول، او مش الاربع بكسلات، الست بكسلات دول هيبقى كلهم 255 لان هم حوالين البكسلايه دي فاهم. وطبعا عشان البكسلات دي بعيده عن البكسلايه اللي هي اثرت في البكسلات دي، بعيده عن البكسلات دي، فكلها تبقى هتفضل برضه بالصوره فاهم. دي هي الدايليت، خليها زي ما هي برضو ايه عشان ايه. تعالى بقى للايرود. الايرود بقى بيعمل العكس بقى، يعني ايه؟ يعني احنا قلنا هنا ان البكسلات دي سوق اسود، اللي هي البكسلات اللي هي ما فيهاش ارقام دي سودة، فالايرود هيعمل ايه؟ فانا بقول مثلا ايه، هيمشي على الصوره كلها، هيجي عند البكسل دي كده، هل في قيمه اقل من 255 في البكسل في حوالين البكسل دي؟ لا، ده يا اما فاضي خالص يا اما في 255، فيقول لك لا خلاص نسيبها. هيجي عند البكسل اللي جنبها، هيمشي على البكسل اللي جنبها دي، دي هل في قيمه اقل من 255 في الكيرنال دي؟ اللي هي القيمه دي.
فهيشيل ال 255 دي، هيشيلها دي ويحط مكانها صفر، فدي هتبقى صفر كده. هيجي عند البكسلات دي، هل في قيم في ال في الكيرنل دي كده اقل من 255؟ اه في، ده في اللي هي دي وفي دي وفي دي، فهيشيل القيمه دي ويحطها ب 200، هيشيل 255 ويحطها باقل قيمه لقاها، يعني لا اصلا بصفر، لان دي كصوره باينري في الجري، يا اما اكبر يا اما اصغر، ده اكبر قيمه او اصغر قيمه بدل الصفر او بدل 255 على حسب العمليه يعني. ففي الاول بتاع الايرود يعني احنا عملنا هنا في الاول دايليت، بعد كده عملنا ايرود، فهتبقى النتيجه النهائيه ايه؟ ان الصوره بتاعتك هتبقى عامله كده، هيبقى الحته دي كلها كده يعني، تعالى كده بلون تاني، هيبقى الحته دي كده كلها اسود والمنطقه دي ايه؟ بيضه، هيبقى الحته دي بيضه كده والحته دي كلها اسود. فده ممكن ما يكونش شرح كويس للدايليت او للرود، انا بحاول بس ايه ان انا ايه يعني اكروت شويه، او مش بكروت، احاول انا بس يعني ما بطولش الفيديو اكتر من كده. طبعا انت ممكن يعني ايه تفهم اكتر من الموقع هنا بتاع اوبن سي في، دي اللي هي الانبوت ايمج، الايرود بيقلل البكسلات البيضاء وبيكتر البكسلات السوداء، والدايليت العكس. في هنا بقى العمليات المشتقة من الدايليت والايرود، يعني مثلا عندك الاوبننج هنا، الاوبننج هنا بيعمل ايروجد بعد كده بيعمل دايليت. طب الاوبننج ده بيفيد في مثلا لو انا عندي ايه في الانبوت ايمج نويز بكسلات بيضاء، يعني مثلا عندي الشيب ده اللي هو نوع زي حرف الاي ده او الجي ده مش عارف ده ايه، بس في الصورة في بكسلات بيضاء، فانا ايه مثلا بتفكيري مثلا انا هعمل ايه، يبقى انا كده محتاج اعمل ايرود، يبقى كده البكسلات الصغيره دي تروح، والشيب ده هيبقى عامل زي الايرود اللي فوق ده كده، بعد كده اعمل دايليت، فانا اوسع الشيب ده، بس خلي بالك يعني ايه البكسلات دي بقى اتحولت اسود، فايه فمش هتعمل ملهاش دايليت، مفيش بكسلات حواليها اكبر، فهتفضل زي ما هي سودة بعد الـ الايرود، لما نعمل لها دايليت مش هترجع تاني، لا هتختفي، كان الايرود خفاها خالص من الصوره. فده الاوبننج. الكلوزنج بقى بيعمل عكسها، لو في مثلا نويز سودا في الـ في الـ في الشيب نفسه، فبيعمل دايلير بعد كده ايرود عشان يضيعها. في اللي هي الجريدينت دي طرح بيطرح الدايليت من الايرود. في هنا التوب هات اللي هو بيجيب بيطرح الانبوت ايمج من الناتج بتاع الاوبننج، فالصوره بتطلع كده. في البلاك هات دي اللي هي بيطرح الكلوزنج من الانبوت ايمج، طبعا كل حاجه وليها استخداماتها. في الاستراكشرنج اليمنت، الايه الاستراكشرنج اليمنت ده؟ ده الكيرنل اللي انت هتستخدمها في الدايليت او الورود، بمعنى يعني مثلا احنا في عندنا في هنا داله في اسمها دوت سي في دوت جيت استراكشرنج اليمنت، مثلا ايه احنا هنقول هنا مورف ريكت 5 في 5، احنا بنقول له ايه اعمل لي شيب 5 في 5 ماتريكس 5 في 5 كيرنل 5 في 5، ومدى تاثير التاثير بتاع الكيرنل ده في الدايليت، يعني البكسلات اللي هي عليها واحد دي هي اللي هتتاثر بالدايليت او الايرود اللي هيتعمل عليها العمليات. يعني مثلا زي ما احنا قلنا ايه ان اول ان البكسل في النص هي اللي هيتعمل عليها العمليات، هي اللي دي هتتحرك على على البكسلات كلها. البكسلات اللي هي اصفار دي مش هتشارك في عمليات الدايليت او الايرود، فاهمني؟ يعني مثلا إيه لو انا عندي مثلا ايه صوره كده، تعالى كده ايه لو مثلا انا عندي مثلا ايه مثلا عندي صوره مثلا هنا ايه، وفي هنا بكسلايه سودا بس هي اللي في الصوره دي، فباستخدام المر باستخدام الريكتانجل فهتبقى كلها وحايد. يعني ايه كلها وحايد؟ يعني ال يعني هتبقى كده، بالك كده ده في القرود، خلي بالك القرود بيوسع البكسلات اللي هي الدنيا هنا باظت خالص. بيوسع البكسلات اللي هي السود هنا فهتبقى كده، فاهم؟
بعكس مثلا مش بعكس في شكل تاني اسمه الاليبس، اللي هي البكسلات الوحيدة هي اللي هتشارك في القرود، او دالة البكسلات صفر هي مش هتشارك. وفي اللي هي الكروس، الكروس دي بتبقى عاملة زي اللي هي علامة الزائد كده، علامة الجمع كده فاهم. فالبكسلات اللي هي متعلمة برقم واحد هتبقى هي اللي هتشارك في الداليت او الايرود، لكن اللي متعلمه برقم صفر دي مش هتشارك في الداليت ولا الايرود. فبس هو ده الاستراكشرنج اليمنت. ده بس كان مقدمه عن الداليت والايرود. ان شاء الله المره الجايه هنطبق على الماتلاب، الفيديو الجاي هنطبق على الماتلاب عشان تفهم اكتر، والفيديو اللي بعدين ان شاء الله هنطبق على الانجو سي في.